بالواضح، وضوح في الرؤية، ومرآة للأخبار وللأفكار. الشرطة الإقليمية رئيس المصلحة الولائية الشرطة القضائية بولاية هشام أكاجم إطار مهام المناطق المصلحة الولائية الشرطة القضائية، وبناء على معلومة وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني، فقد أمكن ليلة أمس إيقاف شخص متن سيارة مخصصة لنقل البضائع وعلى متنها 3 طن من مخدر الشراء، كذلك زورق مطاطي، إضافة إلى المحركين الخاصين بهذا الزورق المطاطي. عملية الإيقاف كذلك تم فيها حجز واحد السيارة النفعية خفيفة. البحث لا جال ساري تحت إشراف النيابة العامة من أجل إيقاف باقي جميع المتورطين. بالواضح، وضوح في الرؤية، ومرآة للأخبار وللأفكار.